إذن اليوم تطلق وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة الورشة الثانية بشراكة مع منظمة المرأة العربية ووكالة التعاون الألماني في إطار برنامج وومينا. هذه الورشة الثانية هي حول تعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة تحسيس حول الموضوع لدى الشباب العربي إناثا وذكور. فاليوم يحضر معنا عدد من الشباب من دول عربية ومن جامعات مغربية ومن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأيضا حرصنا على أن يحضر معنا أيضا شباب في وضعية إعاقة. فإذا اليوم سنقدم تجربة المغربية التي عرفتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للمساواة بين الجنسين ولدعم ولوج المرأة لجميع المجالات. كما تعلمون خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 1999 كان يعني خطاب واضح حول المساواة بين الجنسين وأن النساء شقائق الرجال، وكانت الرؤية الملكية واضحة منذ الأيام الأولى من اعتلائه على عرش أسلافه الميامين. فإذا عرفت بلادنا خلال 25 سنة من حكم صاحب الجلال نصره الله واحد الرقي واحد التقدم في ولوج المرأة لجميع المجالات، والحمد لله تمكنت المرأة كما تعلمون باش تكون حاضرة في جميع المجالات. لكن ما زالت هناك تحديات وخاصة في مجال التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي أيضا. فحينما ننظر إلى مؤشر جندر جاب إندكس مثلا لسنة 2021 نجد أننا نحتل الرتبة 144. الحمد لله خلال السنوات الأخيرة ويعني اشتغلت الحكومة على التحسيس حول موضوع المساواة وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتمكننا باش نرتقي من المرتبة بسبعة نقاط، من المرتبة 144 للمرتبة 137. فهذا يعني تقدم جيد، لكن مازال ماشي في المستوى ديال طموحات بلادنا. ولهذا قامت الحكومة ببلورة الخطة الحكومية المساواة 2023-2026 لأحد المحاور الأساسية فيها هو التمكين، وخاصة التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، لأنه هو اللي كيجعلنا كنتأخروا، عندنا في ترتيب ضعيف، هو اللي كيخلينا أن المؤشر جندر جاب إندكس بالنسبة لبلادنا كينزل بسبب التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي اللي مازال خصنا نشتغلوا عليه. كما تعلموا الحكومة في هذا النصف الثاني من الولاية تركيز كبير على الشغل وعلى التشغيل بصفة عامة للشباب وللنساء، فكنتمناو ان شاء الله ان يكون هناك يعني تحسن في هذا الترتيب، وكنتمنى نجاح لهذه الورشه اللي فيها يعني تبادل الاراء والخبرات بين شباب من مختلف من دول كثيره، من الدول العربيه من الدول الافريقيه. فكنتمناو النجاح لهذه الورشات، وشكرا لكم. اتينا الى المغرب الشقيق لان المملكه المغربيه لديها تجربه غنيه جدا في التعاطي مع موضوع المساواه بين الجنسين، وأتينا مع مجموعة من عدد كبير من الدول العربية. بالأمس بدأنا بورشة عمل تشمل السيدات بمواقع قيادية بمختلف المؤسسات العامة والخاصة والقطاع الدبلوماسي، واليوم نطلق الورشة الثانية المباركة إن شاء الله التي تشمل الشباب من الجنسين من الدول العربية، وهناك وفد مغربي مهم أيضا ينضم إلى المشاركين. بهذه الورشة سنعمل على المواضيع التي تتصل بدور الشباب من الجنسين في تعزيز المساواة، لأنه لا يكفي أن نعطي فرص في القوانين، يجب أن يكون هناك إنفاذ للقوانين، وأن تكون السلوكيات الاجتماعية والذهنيات متفقة مع القوانين السباقة والتي وضعتها المملكة المغربية. ادعوا لنا بالخير والسلام عليكم.